مساء الفل عليكم. متهيألي كده مفيش احلى من كوبايه شاي بلبن في العيد ومعاها شويه كوكيز زي اللي انتوا شايفينها دي. في ناس كتير ملهاش بقى في الكحك والغريبه والبسكوت، بس بصراحه اللي ملوش في ده كله له في الكوكيز. النهارده بقى اوريكم طريقه حلوه جدا، طريقه الافران والمخابز الاقتصاديه، يعني مش مكلفه كتير قوي وكمان على قد الايد قوي، طعمها يجنن، هتعجبكم خالص، دايبه فعلا يعني، وفي نفس الوقت لما تمسكوها كده تلاقوها فيها قرمشة الكوكيز بتاع بره. هنعملها بالشوكولاتة وكمان هنعملها النهاردة بالفانيليا. تقدروا تختاروا النكهة اللي انتوا تحبوا تعملوها بيها، بس بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي تابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم. يلا نبدأ حالا. ده 3/4 كوباية من السكر البودرة، عليهم كوباية من الزبدة. انا بس مسيحة الزبدة هنا شوية، يعني هي يعني مش مسيحة مسخنة، لا هي طلعت بره التلاجة كده فساحت شويه. يبقى 3/4 كوبايه من السكر عليها كوبايه من الزبده. تمام، بنحط الزبده والسكر مع بعض بالشكل ده لحد ما يبتدوا ان هما يدوبوا قوي. احنا كمان ممكن نشتغل بالمضرب الكهربي، هيسرع معانا وهيخلي معانا الموضوع افضل واحسن بكتير. طبعا زي ما قلت لكم هنعملهم شوكولاته وبرده هنعملهم فانيليا الاثنين مع بعض، بس هقول لكم الفرق في العجين ده لما نيجي يعني نشكلها، واقول لكم كمان ازاي تشكلوها بمنتهى البساطه من غير تعب ولا مجهود. احلى حاجه في الكوكيز ان هو مش بيبوظ، يعني اي حد بيبوظ منه اي حاجه من مخبوزات العيد انسوا فعلا انه يبوظ منه حاجه زي الكوكيز، لان الكوكيز ده بصراحه بيبقى حاجه حلوه جدا جدا، بتعجبكم وبتعجب ولادكم قوي، حلوه قوي لما تاكلوها الصبح كده، جميله جدا. بيضتين زي ما انتم شايفين، عدد 2 بيضه، بكون ضربهم بره وبعد كده بدخلهم جوه الخليط بالشكل ده. لو تلاحظوا ان هو مقاديره شويه قريبه من البيتي فور، بس هو طعم، والبيتي فور ده طعم تاني خالص، يعني مختلفين تماما في الطعم، لكن شويه ممكن سنه في المقادير في تشابه. بعد ما بتضربوه كويس الخليط زي ما انتوا شايفين، البيض والسكر والزبده، الكوكيز لازم يتعمل بزبده، ممكن يتعمل بسمنه اوكي مفيش مشكله، بس يعني تكون سمنه نوعها كويس. وبعد كده ببتدي ان انا احط 2 كوبايه من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، كوبايتين الدقيق انا حاطه عليهم معلقتين كبار من النشا، وحط عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر وسنه صغيره من الملح، يعني ذره ملح خفيفه، وحط عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، مهم جدا طبعا ان نحط الحاجات دي، ورش عليهم او حط عليهم معلقتين كبار من النشا. ببتدي ان انا يعني الكوكيز بقى ننسى هنا العجن، خلاص بقى احنا مش بنعجن، احنا بنلم العجينه بس عشان تبقى ايه حلوه معانا. هنا نقدر نعمل حاجتين، لو احنا هنعمله شوكولاته هنشيل معلقتين من الدقيق واحط مكانهم معلقتين من الشوكولاته او الكاكاو الخام علشان خاطر يبقى شوكولاته. ونقدر دلوقتي نعمل حاجه بسيطه جدا، ان احنا ممكن نحط الشوكليت شيبس دلوقتي، يعني اللي احنا هنزين بيه نحطه دلوقتي ونعجنه في العجينه، او نقدر نزين بيه من فوق زي ما انتوا حابين. بس اهم حاجه انا هوريكم شكل العجينه ايه، مش بنعجن فيها كتير، مش يعني مش بناخد وندي فيها كتير، لا بنسيبها كده بتبقى عجينه كده حلوه وملمومه، وبس في نفس الوقت ما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجه زي ما قلت لكم. وكمان مش بنريحها، يعني احنا العجينه بنشتغل بيها على طول، ممكن احنا بنسيبها بس لمده 10 دقائق على بال ما ندهن الصاجون كده ونسخن الفرن وبس، لكن احنا مش بنسيبها لا تتخمر ولا اي حاجه خالص، عشان نبقى متفقين بالموضوع ده. كده تقريبا العجينه ابتدت تلم معايا، حسيت ان العجينه محتاجه سنه فحطيت لها معلقتين دقيق، يبقى كده اخدت معايا كوبايتين ومعلقتين من الدقيق لو الوصفه فانيليا ومعلقتين نشا، ولو الوصفه شوكولاته يبقى هتاخد معايا كوبايتين الا معلقتين من الدقيق وعليهم 3 معلقتين من الشوكولاته او الكاكاو، وطبعا معلقتين النشا اساسي في هنا او هنا. طب النشا فايدته ايه؟ النشا بيخليه يبقى مقرمش كده وحلو. ده شكل العجينه خلاص كده تمام. هنبتدي ان احنا نجيب العجينه نحطها في كيس او نغلفها في كيس ونسيبها لمده 10 دقائق ترتاح، هي مش هتتخمر ولا حاجه،
دلوقتي بقى نبدأ ان احنا نعمل الصوص الشوكولاتة اللي احنا ممكن نزين بيه الكوكيز، او ممكن ان احنا نعمل منه الشوكولاتة نفسها، الشوكولات شيبس نفسه اللي احنا بنحطه على الكوكيز. هبتدي ان انا احط معلقة كوباية من الحليب، واحط عليها معلقة من النشا، وابتدي ان انا ادوبهم كويس قوي بالشكل ده على البارد، وبعد كده ابتدي ان انا ارفعهم على النار واحط عليهم معلقتين من السكر البودرة واقلبهم برضو. اول ما ابتدي النشا يتقل معايا سنة خفيفة، هو يعني مش هبتدي اسيبه لحد ما يتقل قوي، هبتدي ان انا اضيف الاضافات بقى اللي هي هتخلي معايا دي شوكولاتة بقى نقدر نضيفها للكوكيز. هنضيف هنا دلوقتي معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان او النسكافيه، وبعد كده هحط الكاكاو طبعا الخام الغير محلى لان احنا حاطين سكر، ونقلبه كويس قوي قوي. وبعد كده بنضيف يا مكعب زبدة، يا اما معلقة زيت، يا نص معلقة سمنة، المهم مادة دهنية تخلي الصوص يلمع معايا. اي حاجة من دول اوكي مفيش مشكلة. طبعا لو حابين تضيفوا تدعموا الموضوع بشوكولاتة مفيش مشكلة، لو مش حابين برضو براحتكم. الشوكولاتة دي بقى بعد ما بنحطها زي ما انتوا شايفين كده بنبتدي نحطها، نصبها في قوالب ونحطها في الفريزر اوكي، وبعد ما نحطها من الفريزر بنطلعها بنكسرها وبنزين بيها شوكليت شيبس، لو الناس مش يعني مش عندها شوكولاتة شيبس او مش عندها شوكولاتة تزين بيها، فاهميني؟ فدي طريقة عمل الشوكولاتة اللي بنزين بيها الشوكولاتة شيبس، اهم حاجة نحطها في الفريزر عشان تجمد، وبعد كده نبتدي ان احنا نكسرها تمام. وهوريكم طريقتها دلوقتي وهوريكم شكلها يبقى عامل ازاي عشان نبتدي ان احنا نعمل الكوكيز بتاعنا. طبعا بنجيب الصواني بتاعتنا، شايفين الشوكولاتة ابتدت تتقل معايا بالشكل ده، اسيبها شوية كده تتقل اكتر، وبعد كده بقى بصبها زي ما قلت لكم في قوالب طويلة كده مستطيلة، او اصبها في اي حاجة كده صينية، حتى صينية بس ندهنها، نحط عليها كيس تلاجة عشان لما تدخل الفريزر ونطلعها تبتدي تتكسر معانا بكل سهولة، ومش مشكلة الاشكال اللي هتتكسر بيها اي حاجة، يعني احنا بس الفكرة بس ان احنا عايزين هتبقى عندنا شوكولاتة في البيت. دلوقتي انا مسكت الكوكيز بتاعي وبدأت ان انا طبعا دي عجينة الشوكولاتة، بدأت ان انا يعملها زي الدايرة كده بالشكل ده، وبعد كده ادوس عليها حاجة بسيطة قوي مش كتير شايفين، وبعد كده ابتدي ان انا احط عليها الشوكليت شيبس اللي انا جايباه او اللي انا عملته بالشكل ده بمنتهى البساطه. احطه بقى بشكل عشوائي بشكل مرتب، الموضوع مش هيفرق تمام. وطبعا مش بنسيبه يتخمر ولا اي حاجه، والصينيه انا حاطه لها سنه سمنه صغيره من تحت، او لو عايزين تحطوا ورق زبده مفيش مشكله. بتدخلوها على فرن طبعا يكون مسخنين وقبليها، وبيقعد في الفرن مده يعني من ربع ساعه ل 14 دقيقه مش اكتر من كده، وبعد كده 14 دقيقه 15 دقيقه مش اكتر من كده، وبعدين بتطلعوه طبعا بتسيبوه هو خالص، وبعد كده بقى بتاكلوه بألف هنا وشفاء. اتمنى وصفة الكوكيز النهاردة تكون عجبتكم ونالت على رضاكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوة، محتاجة لايكات كتير كومنتات كتير عشان كل الناس تشوف الفيديو. تابعوني الوصفات اللي جاية ان شاء الله، في وصفات العيد كلها هتنزل لكم على القناة بألف هنا وشفاء. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.